قبل المقطع يا حبايب نزلت لكم مقطع على قناتي الثانية. الصراحة فضيحة على برهوم المراوي، كشف منه هي البنية اللي هو يحبها. فبرهوم يا حبايب طلع هو فعليا يحب، ويا رمر هي اللي فضحت هذا الشيء وحطت الدلائل مالتها. أكل الكل يروح يشوف هذاك المقطع يا حبايب، لأن ممكن بأي لحظة ينحذف. راح تقبرته ولوصف الكل يشوفه، بعدين كملوا هذا المقطع. وطبعا لا تسحطوا لايك لأن كلش تعبت على هذا المقطع. الخبر أول اللي عدنا عن ياسو تأجيلها المفاجأة انضمامها لفريق فافا نابولي من جديد. فياسو يا حبايب أعلنت إنه هي أكو مفاجأة قاعدة تجهزها قبل فترة بهذا الستوري، ولكن اليوم يا حبايب هي نزلت على حسبها بالإنستغرام هذا الستوري واضح إنه هي كلش متضايقة. قالت كاتبة عليه المفاجأة مالتها تأجلت، واللي هو طبعا الأغلب متوقع إنه هي خبر انضمامها لفريق فافا نابولي من جديد. وعلى سيرة ياسو يا حبايب، فروح حاليا صديقتها كارولين وتعرض للتهجم بشكل مو طبيعي. فكرون اللي يا حبايب نزلت على حسبها بالانستغرام هذا الفيديو نوعا ما كلش غريب، راح احط لكم اياه شوفوا. طبعا اغلب المتابعين صاروا يتهجمون عليها، فلي كل الكومنتات عندي يسبوها يقولوا شنو هذا الفيديو، شنو قله الادب لهذا بي، مثل ما شايفين بالتعليق اللي محصله لايكات. مثل ما شفت المقطع يا حبايب، اكتبوا لنا حبايب بالكومنتات هل تستحق التهجم اللي تعرضت له او لا. وعلى سر التهجم يا حبايب، نروح حاليا نور ستار وتعرضها للتهجم. في نور ستار يا حبايب نزلت على حسبها بالانستغرام هذا الفيديو اللي احط لكم اياه شوفوه. فعليا كل الاشخاص يا حبايب صاروا يتهجمون عليها بالكومنتات اللي يقولوا لها انه هذا الفيديو عن الشواذ، انه هذا الفيديو مقرف، ما ادري. كل يا حبايب مثل ما شفتوا اكتبوا لنا بالكومنتات هل تستحق التهجم اللي تعرضت له او لا. روح حاليا لامير الحسين، وهل هي اشتاقت لمحمد كريم؟ فامير الحسين صارت تنزل ستوريات هي واضح انه هي متضايقه وتكتب عليها شلون تطلع بدوني وشلون تنساني، وبالاضافه ستوريات تقول بها انه هي بعد اللي الان مريضه، وستوريات واضح انه هي مشتاقه وقاعده تقرب على الورد. احط لكم اياها. انسى فاكتب لنا احباب بالكومنتات هل تتوقعون فعليا اميره الحسين هي مشتاقه لمحمد كريم او لا. نروح حاليا لاحمد ابو الرب، ووصل قناته باليوتيوب لل 4 مليون مشترك، فان شاء الله الف مبروك عقبال 10 مليون يا رب. وطبعا لا تنسون يا حبايب ان تباركوا له بالكومنتات على هذا الانجاز. نروح حاليا نورمار، واخر اعلان انه راح ينزل فيديو جديد بعد القطعه. هذا الفيديو يقول كلش قاعد اتعب يوصل له هواي من اكثر ايام كلش طول عليه، وراح ينزل لنا يوم السبت. اكو راح احط لكم الستوريات مالته تشوفوها. من الصبح من عندما نزلتكم اول ستوري لحتى الان عم بصوركم فيديو بدايه لسلسله جديده بالقناه. من الصبح عم بصوركم فيديو لهلا لحتى خلصت ربعه للساعه الثلاث ارباعه الساعه فيه. السلسله خلينا نحكي لكم شوي عنها، راح تكون كل حلقه مع شخص اذا كان مشهور او عادي ما في مشكله. وهي اوكي العنوان راح يكون انه خلاص استنوا يوم السبت تفهموا. نروح حاليا ليارا مارو وبرهوم المعراوي والحقائق الناريه اللي كشفوها بالبث المباشر اللي فتحوه ويا بعض. فاول شيء يا حبايب برهوم المعراوي صار يسال يارا انه هل انت مكرشه او انت تحبين نورمار؟ هو قال انه شخص حاليا مسافر، فواضح يلمحون على نورمار، فشوفوا شنو ردت يارا مار اذا هي تحب نورمار او مكرشه عليه. سمعت طرطيش حكي تمام؟ انه انت مكرشه على بني ادم مشهور بس انه يوتيوبر ما راح اذكر اسمه مشان ما يعملوا لك دراما وحكايه، بس انه هذا الصح ما انا ماني ماني عرفانه اي يوتيوبر عم تحكي، لانه انا مكرشه على نص اليوتيوبرز هيك بيقولوا. هو انت فعليا عم يعني في كراش يعني؟ لا كراشات ما في عندي، انا كراشات كوريين. انت بي تي اس؟ ايوه بي تي اس انا. انت من جماعة ال انت من هدول يلي بيجوا بيسبوا بالخاص. بس هلا اذا انت كنت قاصد اليوتيوبر اللي من جديد سافر فلا. لا مش هو، لا انه بس انه عم بسمع. ما بعرف خلاص، انا بحكي معك الخاص بعرف على مين قصدك. يا بقول لك لا بس بدون فضايح. شباب. وبالنسبه للشيء الثاني، فبرهم المعراوي صار يسال يا رمار انه انت لما طلعتي من الفريق كان مخطط انه تطلعين ويا قمر، هالشيء صحيح او لا؟ فهي صارت ترد عليه انه هي ما تريد ترد على هذا الموضوع، رغم ان هي بمقطع سابق اللي نشرته هي قالت يب هذا الشيء صحيح، انه كان المفروض انه هي متفق ويا قمر، ولكن قمر صار يهددوها بعد ما يارا طلعت من الفريق، عاونت هي هم الثانيه ما تطلع من الفريق، وهذا الشيء اللي كشفته انا بالمحادثه صارت بيني وبين يارا. اكو راح احط لكم الرد مالتها شوفوه. هلا انا لما سمعت انه انت والبنت الثانيه ما ادري شو اسمها قمر انه طلعتوا من الفريق، انا هي بالاساس كانت خطه بيناتكم انه تطلعوا سوا ولا كيف؟ هذا السؤال انا ما رح اجاوب عليه لاني ما بدي. يلعن ام اسئله، بطلت اسال، حلي عني. لك انت عم تجاوب اسئله مجننه كل الدنيا، وانا فعليا ما بقدر اجاوب عليها مشان والله ما بعرف،
وحياة الله انا ما بقى يعني انا عم بسألك اسئلة هيك يعني انا حتى ما فوت على فوت على ستوريات العالم بتاعي نختم اخر شيء يا رامار قالته واللي هي ردها على تهكير قناتها اللي هي كان بها 1,300,000 وحذفها من اليوتيوب. في نوع ما صارت لمح الموضوع على النور ما راح اعطيكم اياها شوفوها. شوف اخبار هذول الانستغرام وكلهم انا ما بصدق لانه كلهم اكل هواء بس انه بدي منك شو الوضع. انا صراحه هذا كنت يعني ابدا ماني حابه اجاوب عليه بس انه هاي القناه ما خليني أحذر تمام اتهكرت فعليا او انسرقت؟ لا ما المشكلة انا ما بتجاوب مشان ما ارجع اقول المشاكل انا بجاوب هي القناة وقت الفانز اصلا هن قرروا انه هن يرجعوا للقناة وعملوا هاشتاج حملة انه رجعوا القناة ليارا هي القناة اختفت تماما واختفى كل شيء عليها على انه هي تهكرت بس انا اتوقع انك كريت. طيب فيصل تلمح النور مره ورا الموضوع راح احط لكم اللقطه شوفوها. ننتقل حاليا لبرهوم المعرابي ورد على زوي اللي هي طلعت علي وقالت له انه انت قاعد تحكي على البنات بشكل غير لائق وتحكي كلام زائد 18 على هيفاء وهبي وحطت اللقطه مالته وهذا احمد ابو رب اللي حط لقطه اللي هو كان يحكي بيها على لانا اللي هي اخت مو فلوكس كلام زائد 18. ليش اسمها روز؟ ليش؟ لانه كلها زهري حتى سيارته زهري. نايس بس هدول. فبرهوم رد كل على هذه المواضيع وصار يبرر الموقف مالته. راح اعطيكم اللقطه مال تشوفوها. في واحد كاتب انت يا برهم بوعد نفسك حكيت شيء غلط على اخت مو بلوك. يا اخي انا بعمري ما غلطت مع بنت ما غلطت ما بعرف انتم حاملين هلا امبارح في وحده تيك توك نزله عندي ستوريات انه انا عم لمح على اشياء ما بعرف قله ادب على هيفاء وهبي. يعني انا مش عارف كيف هاي المخلوقه قاعده عم تحكي هذا الحكي ما هي بتعرف اصلا هيفاء وهبي شو غايتها من هدول القصص. تمام مع هيفاء وهبي من زمان بنعرفها هي شو بتعمل. تمام وانا بطلع بنتقد لهيفاء وهبي فمين انت لحتى تجي وتدافع عن هيفاء وهبي يلي كل حياتها اغراب وحكي بلا طعم. فاهمين كيف؟ صح. ايه ف هلا هدول رايدين شيء رح نكلاتها بنعرفه كانوا رايدين شيء هن اصلا لحتى ايه لحتى يفوتوا الانتباه لحتى انت تطلع ترد لهم اساسا فانت من الاساس ما لازم تطلع ترد على هيك. ومبارح اصلا انا ما رديت لانه انا خلص رفت المشاكل. اوكي المشاكل حلوه بس انا وصلت لنقطه انه انضريت فيها هاي المشاكل. عرفت كيف؟ صح انضريت فيها فعليا. يعني صار لي تقريبا اسبوع بس ضايع بالمشاكل وعم فوت وبطلع وبنزل وعرفت كيف؟ اي ما عدا انه كميه التحريض اللي صارت علي وهي اصلا هي اي التحريض صاير من زمان وعم يدفع لها مصاري كرمال تكبر اكثر. انا ما احكي هذا الحكي بس هذا الشيء صاير. يعني عم يدفع مصاري لناس كرمال يطلعوا ويحرضوا علي بموضوع هذا الشخص نفسه. فهمت كيف؟ فهي الفكره انه انا كثير انظلمت بهذا الموضوع وخلص. يعني بعد بدي افتح سيره هذا الشخص على يوتيوب لو شو ما كانت تكون لانه يعني انا وقفت معه بكثير قصص كثير حكاية او كثير 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 بس بالنهايه انا ما عم شوف الصوره المنيحه اللي هو عم بيكونها لي من اهون سبب انقلبت الايه كلها. وبس والله حب انه صارت المقطع اللي تسوى المقطع نزلت على قناتي الثانيه مقطع ناري الكل يروح يشوفه قبل ما ينحذفه بس شانكو فيت زي مقاتل القصاص. فتروا مقطع بلايكات ومع السلامه.